بالتعليق على الموضوع السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عمار تباب. أهلا بكم أستاذ عمار إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني نظام الأسد كذب إطلاق صواريخ على مطار الشعيرات، بينما ميليشيا حزب الله الموجودة في المنطقة ومحيط المطار قالت بأنه تم إطلاق صواريخ. إلى ماذا ترجع تكذيب النظام للضربة؟ الحقيقة يعني هذه الممارسات وهذه التصريحات هي عبارة عن حرب بروباغندا إعلامية يحاول أن يسوقها النظام للتأثير على الحاضنة الاجتماعية التي يؤثر عليها، لأن هذه الحاضنة الاجتماعية بالضربة الأمريكية السخيفة التي كانت على سوريا، هذا العدوان الثلاثي الذي كما شبهه النظام، هذه الضربة لم تثمر شيء على الأرض حقيقة. يعني كانت عبارة عن 100 صاروخ استهدفت مواقع، يعني كانت أشبه ما تكون فارغة ولو حتى أنها سوتها بالأرض، ولكن هي فارغة من الناحية العسكرية. بالتالي النظام يحاول أن يؤثر على الحاضنة الاجتماعية من خلال أننا نحن لدينا مضادات صواريخ، والدولة تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهي دافعت عن نفسها من خلال العدوان الثلاثي كما قال النظام. واليوم يعني بهذه التصريحات سواء من قبل حزب الله أو من قبل النظام، يعني يحاول التأثير على هذه المسألة، ولكن لا وجود لتأكيدات حول الضربة حقيقة، يعني من مصادر مستقلة. نعم، يعني أنت مع فكرة بأنه لا يوجد هناك ضربة وإنما هو استعراض إعلامي من قبل النظام؟ استعراض إعلامي يعني بالتأكيد. نعم، يعني في السياق لا تزال لجنة التحقيق فيما يخص الشأن الكيماوي التي من المتوجب دخولها إلى دوما خارج مدينة دوما بسبب منع النظام من دخولها إلى دوما. لماذا النظام يمنع هذه اللجنة من دخول دوما مع روايتها التي تقول فيها بأنه لم يضرب الكيماوي في دوما؟ يعني النظام لا يريد أن يحرج الروس، لا يريد أن يحرج الروس بالحصول على يعني أدلة تثبت استخدام النظام الكيماوي في سبعة نيسان من الشهر الجاري. يعني هذا الأمر إذا دخلت اللجنة وحصلت على عدة مستمسكات وأدلة قانونية جنائية تستطيع من خلالها أن تتقدم بها إلى مجلس الأمن مرة أخرى، يعني سيكون ذلك إحراج للروس الذين طالبوا مرارا بتشكيل اللجنة وأكدوا مرارا بأن النظام لا يملك هذه الأسلحة ولا يستخدم هذه الأسلحة في سوريا. وبالتالي يعني النظام يريد أن يكمل سيطرته على دوما في المرحلة الأولى، وأن يخلي المدينة من الأدلة التي من الممكن أن تكون مثبتة لجريمته التي ارتكبها. نعم، وزير خارجية ألمانيا قال بأن الأسد لا يمكن، طبعا من بين التصريحات، لا يمكن أن يكون الأسد جزءا من الحل السياسي في سوريا. وأيضا وزير خارجية بريطاني يقول بأن الضربات الجوية على سوريا لن تغير مسار الحرب. يعني مع هذه التصريحات كيف من الممكن النظر إلى الأزمة السورية أو الثورة السورية مع استجدادات المواقف وتطورات الحرب في سوريا؟ الحقيقة لا يمكن قراءة المشهد في سوريا إلا من خلال الأرض السورية، ولا يمكن قراءتها من خلال التصريحات الأوروبية. يعني إذا عدت 7 سنوات إلى الوراء للتصريحات الأوروبية ستجد أن الجميع تخلى عن الأسد في تلك الفترة، وحتى أوباما تخلى عن الأسد في تلك الفترة وقال أنه ساقط وأنه حكومة غير شرعية، وأيضا فرنسا صرحت ذات التصريحات، وألمانيا أيضا صرحت ذات التصريحات، ولكن اليوم تجد أن الجميع تراجع عن هذه المرحلة ثم عاد إليها يعني مسألة إعلامية يحاولون أن يسوقوا لمجتمعاتهم الداخلية أننا نحن ضد الأسد الذي استخدم الكيماوي ضد شعبه، لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا مع الأسد بهذه الفجاجة. ولكن رئيس يعني هناك ناطق باسم الخارجية الفرنسية قال أن التأثير على الأسد أو إضعاف الأسد بهذه المرحلة سيؤثر على عدونا الحقيقي الذي يتمثل بتنظيم الدولة، وبذلك هو يعترف بأنه هو يريد أن يحافظ على بقاء بشار الأسد كضامن لضعف تنظيم الدولة. فهذه الاستراتيجية المزدوجة في التعاطي مع نظام الأسد، يعني هذه من القماءة الدولية التي يستخدمها أغلب المحللين السياسيين وأغلب السادة الأوروبيين بهذا الصدد. يعني نعم، عمار تباب مدير مركز أبعاد الدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.